السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد الكليبي من مدونة دروس أونلاين عالم كمبيوتر والإنترنت. إن شاء الله مع بعض دلوقتي هنعرف إزاي نحمل أي فيديو موجود على اليوتيوب بدون استخدام برنامج IDM أو بدون استخدام أي برامج خالص. هنيجي مثلا نشوف فيديو زي ده لسه رافعه مبقاليش حاجة بسيطة. الفيديو بعنوان طريقة إغلاق الجهاز بعد وقت محدد بدون برامج بسهولة وباحترافية. على افتراض ان انت ما عندكش علامة التحميل اللي هي بتاعة انترنت داونلود مانجر مش موجودة خالص وعايز تحمل الفيديو ده، هتعمل ايه؟ اول حاجة هتعملها، في عندنا طريقتين. الطريقة الاولانية ان احنا شايف كلمة يوتيوب دي، اي كلمة قبلها شيلها خالص، تمام، واكتب بدلها SS، تمام، هيحولنا لموقع اللي هو savefrom.net. ننتظر دقايق. تمام، بعد كده هنيجي هنا هنضغط على داونلود وبتختار الصيغة مثلا MP4 بجودة 720 بكسل. هيبدأ يظهر لك هنا، تختار سطح المكتب وتقول له سيف وبدأ التحميل. تمام، زي ما احنا شايفين بدأ التحميل بدون استخدام برامج ومن خلال المتصفح. الطريقة التانية، ان احنا برضو قبل كلمة يوتيوب هنزود كلمة اللي هي كلمة لينك LINK، وبتشيل علامة الاس، حرف الاس اللي هو HTTPS دي، بتشيل حرف الاس ده، وبعد كده بتدوس انتر. تمام، بعد كده بتضغط على داونلود فيديو وبتختار الصيغة اللي انت عايزها، صيغة MP4 أعلى جودة. بعد كده كليك هير تو شو داونلود لينك، انتظر 3 ثواني. بعد كده كليك هير تو ستارت داونلود، نفس الموضوع اللي فات، وتقدر تحمل الفيديو. للعلم اللي احنا كنا اتكلمنا برضو على طريقة تحميل الفيديو من الفيسبوك. طبعا في ناس كتير بتحتاج اللي هي تحمل بعض الفيديوهات من الفيسبوك اللي هي اصلا مش مرفوعة على اليوتيوب، يعني نشر الفيديو على اليوتيوب على الفيسبوك بيعتمد على طريقتين. الطريقة الأولانية إنك ترفع فيديو مباشر، والطريقة التانية إنك ترفع تحط رابط فيديو على اليوتيوب. فالفيديو المباشر ده في ناس بتعرفش تحمله، أنا كنت شرحت إزاي تحمله، رابط الموضوع هتلاقيه موجود على الفيديو أو أسفل الفيديو لو أنت بتشاهدنا على اليوتيوب في الوصف أو بداخل المدونة. كده نكون انتهينا من درس النهاردة، شكرا، سلام عليكم. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمة على مدونة الدروس أونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين والإعجاب بصفحتنا، والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين. وبالأخير لو كان عجبك الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط على لايك وكذلك الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.